ففتح لي الكتاب قال لا أغلق الكتاب اليوم. درس؟ قال أغلق الكتاب، عندنا موضوع. الموضوع كله يا أخوان، الدرس كله يا أخوان من أوله إلى آخره ثناء ومدح من شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، يمدح ويثني على الإمام والشيخ الألباني. أنا ما بقول شيخ وتلميذ، لكنهما قرنا، كلاهما كان يدرس في الجامعة، كلاهما كان يدرس في كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية، بل كان الشيخ عبد المحسن العباد هو المدير، وصار يثني على الشيخ ويحثنا جميعا أنه عندكم شهر من الزمان فرصة، جاءكم الشيخ إلى المدينة، لازموه وتابعوه من حلقة إلى حلقة ودرس إلى درس ما دام في هذه المدينة. ثم قال، وهذه شهادة، والشيخ ما زال حيا موجودا، قال الألباني في زماننا مثل أحمد في زمانه، لا إله إلا الله. شوف التواضع، مع أن اللي يعرف الشيخ واللي عاصر الشيخ وعاش مع الشيخ، عشنا معه سنوات طويلة يا أخوان، ولازمناه سنوات طويلة، والله ما رأينا مثله في الزهد، في الورع، في التقوى، في الديانة، في العلم، في التواضع. يقول الألباني في زماننا، قال أستطيع أن أقول أنه مثل أحمد في زمانه، فكما قيل في أحمد أقول الآن، إذا رأيتم الرجل يتكلم في الألباني فإنه متهم في دينه. قال بل وأستطيع أن أقول أنه ليس من أهل السنة وليس من السلفية في شيء. هذه كلمة شيخنا الشيخ عبد المحسن في الألباني. وسمعنا قبل قليل كلمة من يقول أنا لا يباريني أحد في حب الألباني، ماذا قال عن الألباني رحمة الله على الألباني. وأذكر أيضا وأذكر، وهذا من حقهم علي والله، شيخنا الشيخ حماد ابن محمد الأنصاري رحمة الله عليه رحمة واسعة، وكان الشيخ يعني كنت كثيرا ما أصحبه أنا، لأني سكنت عند بيته ولازمته، فكنت أذهب معه إلى الجامعة أيام، يعني أيام دوامه في الجامعة وأعود معه، يعني عندي سيارة، فأنا نأخذ، هذا شرف عظيم أني نأخذ الشيخ ونرجع الشيخ. فركب الشيخ فقال سمعت أن الألبانية قد جاء إلى المدينة. قلت نعم شيخنا، قلت قبل ليلتين وصل، وقلت له كنا أمس في الليل معه في بيت فلان. قال يا شيخ أين هو الآن؟ قلت الآن هو في المكتبة على موعده، ووضع البرنامج أنه الآن الساعة 10 في الضحى يكون في مكتبة الجامعة. قال أنت متأكد؟ قلت نعم أنا متأكد، لأن نعرف برنامج الشيخ وكنا نلازم الشيخ إذا جاء. مو يا أخوان، مو إحنا كنا نلازم الشيخ، اللي حملنا على ملازمة الشيخ، ما نأتي والله إلى مجلس من مجالس الشيخ الألباني إلا نرى مشايخنا الكبار جالسين، الشيخ عمر بن محمد بن فلاتة رحمة الله عليه، هذا من أكبر المشايخ في المدينة، مات رحمه الله وهو تلميذ الشيخ الكبير عبد الرحمن الإفريقي، إمام وشيخ مشايخ السلفيين في المدينة. عبد المحسن العباد جالس في حلقة الشيخ، ربيع بن هادي جالس في حلقة الشيخ، الشيخ عم، كل مشايخنا جالسين في حلقة الشيخ، والشيخ يدرس ويتكلم ويفتي. فكنا نحرص على مجالسه مجلسا بعد مجلس. الشاهد، نرجع لكلام الشيخ والإمام والمحدث حماد بن محمد الأنصاري رحمة الله عليه. قال أنت متأكد؟ قلت نعم، كان دائما يقول هكذا، أنت متأكد؟ قلت نعم والله يا شيخنا أنا متأكد، هكذا الوعد أمس في الليل، قال الساعة هذه في النهار اليوم سيكون في المكتبة في الجامعة الإسلامية، قال خذني إليه. قلت الله أكبر، طبعاً أنا نفرح كثير، يلتقي شيخك بشيخك وشيخ يعظم شيخ، ف
فعلى طول رحنا إلى المكتبة ونزلنا ودخلنا، وإذا الشيخ فعلا في قسم المخطوطات كانوا يخصصوا له غرفة يستريح فيها، وكل ما يريد من المخطوطات يعني يأتون به إليها. فدخلنا على الشيخ وسلم على الشيخ وتعانقا طويلا، طبعا موعد الدرس كان قريبا جدا، وسلم بتواضع كلهم كلاهما. ثم خرج إلى الدرس، وبعد الدرس قال لي: تعرف يا شيخ هكذا، تعرف؟ قال: هذا الرجل، هذا الإمام الذي سلمنا عليه اليوم لا يحبه أحد إلا نفرا يسيرا جدا. قال: كل أهل الإسلام لا يحبونه. تعرف لماذا؟ تعرف لماذا؟ قلت له: يا شيخ نتفضل. قال: لأن عامة المسلمين 73 فرقة عامتهم اليوم على طريقين، إما متعصبة في المذاهب الأربعة، متعصب على أحد المذاهب الأربعة، وإما متعصب على مذهب بدعي في الاعتقاد. إن سلم، يقول، إن سلم من الأشعرية والاعتزال والتصوف وغيره في باب الاعتقاد وقع في التعصب إما للحنفية أو للشافعية أو للمالكية والمذاهب. قال: عامة المسلمين هذا. قال: وهذا الإمام سلطه الله تبارك وتعالى على الفريقين، ما ترك بدعة، ما ترك بدعة إلا وفندها وبين فسادها وأهلها، وما ترك أيضا متعصبة المذاهب إلا وبين فسادهم وبعدهم عن الأئمة الأعلى. قال: لذلك يكرهونه، لا يحبه إلا قليل. أنت تحبه؟ قلت: والله يا شيخ لا نحبه. قال: عليك به، عليك به. قال: والله ما ترك أحدا. قال: لأنه عامة أهل الإسلام على هالصنفين، وهذه حقيقة يا أخوان. اليوم